إلى سوق الذهب البوابة اسمه الشيخ سعيد بن صقر القاسمي. نعم. يطلق علينا حنا بالعيار، عيار عشرة الملكية المعروفة هي اللي حنا نقولها. أيوه. نقول ما نقول بالداخل، نقول تلميع. ترى أنا دخلت السؤال كذا يعني. السلام عليكم، إلى سوق الذهب. طبعا الجولة في السوق وجولات العمل وخصوصا سوق الذهب وأي نشاط آخر دائما فيه أسرار عمل، فيه خصوصيات وممكن أصور وما أنشر وممكن ما أصور نهائيا يعني. كنت من شوي في سوق الذهب والآن متوجه إلى القيصرية. القيصرية طبعا سوق رمزي عتيق وصورت فيه أكثر من مرة. هذا سوق السويق وهذه بلدية الأحساء، المبنى الرئيسي سابقا والآن المجلس البلدي حاليا. وهذه المنطقة هي منطقة المواقف الخاصة بسوق الذهب وسوق السويق ومبنى الـ مجمع فوارس مول، كان مبنى خاص لقسم التفتيش. الحديقة القديمة ذات المظهر الجميل سابقا في هذه المواقف كانت موجودة من أجمل الحدائق مقابل الأمانة. راح أضع لكم صورة تاريخية للحديقة اللي كانت موجودة في الماضي. هذا الطريق يقودنا إلى سوق الرجال، عمارة السبيعي، مشهور بعمارة السبيعي، اسم الشهرة الخاص بهذا السوق. وهذا يقودنا إلى القيصرية وهذا شارع الفوارس، ويقودنا أيضا إلى مبنى التفتيش والمتابعة القديم اللي أقدم من السابق الخاص بالبلدية. وهذه المباني كانت عيادات، كان فيها عيادات صحية والآن تجدد. يعني أعتقد عمرها تقريبا فوق 40 و50 سنة ومع ذلك الآن ملاحظ أنها تجدد ما شاء الله. هذه متاجر مبنية على أسس قديمة. طبعا خلال 40 سنة الماضية ما كان هذه المباني موجودة، لكن قد تكون موجودة في السابق تاريخيا والآن أعيد البناء على أصولها. أعتقد بأنها كانت في الماضي مدرسة لكن يحتاج إلى بحث، هذا الموضوع يحتاج إلى بحث. ما شاء الله. هذه المنطقة كان فيها مخبز وكان هنا مكان للجلوس. وهذا سوق من الأسواق، سوق الحدادين، كانت هذه المتاجر كلها في الجملة حدادين وباعت تبغ أعزكم الله. هذه صورة لأحمد بدو شيخ العطارين قديما مشهور جدا. وهذه طبيعة المتاجر القديمة. طبعا الدكان الواحد مساحته متر ونصف في متر ونصف تقريبا، لكن كان يقوم بمقام الصيدلي قديما. أعشاب الخليفي للعطارة. السلام عليكم. وهذه البوابة الشهيرة في القيصرية اللي دائما تصور، يصورون عندها السياح، فهي منطقة شهيرة. طبعا سأتحدث عن هذه القناطر العليا، لكن بشكل عام هذه هي البوابة.
وتقودنا إلى شارع الحدادين، يسمونه شارع الحدادين. هنا كانوا كان في حدادين وهنا يسمونها الحدادين. هذه المباني مخصصة في السابق وحتى الآن للأواني، الأواني الطهي إلى نهاية الشارع تقريبا. وفي المقدمة المواقف هذه هي عبارة عن مباني كانت موجودة وأزيلت، من ضمنها مكتبة التعاون وأيضا متجر الملحم للدراجات ومكتبة الفلاح في الحصن الموجود في آخر الصورة عند الأصبح هنا، مكتبة الفلاح. طبعا المناطق، المنطقة هذه كلها مخصصة للعطارة، للعطارة والبهارات. وهذا المتجر سبق أن غطيناها في إحدى الزيارات القصرية، ما شاء الله دائما يأتي بالجديد. راح الآن نتحول إلى متجر آخر خاص بالمشالح اللي هي البشوت اللي تشتهر بها الأحساء، البشت الحساوي. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله باشمهندس. الله يسلمك، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله، عساكم بخير، الله يجزاك خير. أنا متوجه للأخ. أي نعم، الله يرضى عليكم، أخبرك الله، الله يعافيكم. ثمرات الأحساء، هذا خاص ببيع التمور. أنا الآن في أطراف القيصرية. أعتقد أن كان هذا المكان سيزال، طبعا سيزال لكن نصوره قبل الإزالة. هذا المكان كان حلاق، وأعتقد أن هذا أيضا كان حلاق في الماضي. السلام عليكم. طبعا هذه كلها مباني قديمة الآن تستخدم كمستودعات، ما يسكنها أحد، والمتاجر في الجهة الأخرى المقابلة بعد تجديد القيصرية. هذا الإشعار بالإزالة، وهذا مسجد القيصرية القديم جدد وحدث وأصبح في صورة أجمل. هذا حي الرفع الملاصق للقصرية، وهذه أطراف القصرية. هذه الأطراف من الجهة الشرقية. ما شاء الله، هذا هو المقصود، الملحم للمشالح الملكية جاهز وتفصيل، ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله عبد المحسن. شكرا شيخ محمد، طيب إن شاء الله، عساكم بخير، الله يرضى عليكم، بخير وحالكم إن شاء الله كله طيب، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. يا مرحب. طبعا هو صديق الوالد ومن جماعة المسجد، طيب، ومن كبار تجار المشالح اللي هي البشوت، البشت الأحسائي. الله يجزاك خير يا ابو عبد المحسن، الله يعافيكم. فهذه زياره اخويه ترى. الله يرضى عليك، اكرمك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شلونكم؟ طيبين؟ عساكم بخير. وش هالزين؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الوالد، ما شاء الله، هذا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الناصر الملحم، ما شاء الله، هذا أمير إماراتي. نعم. اسمه الشيخ سعيد بن صقر القاسمي. نعم، من شارقة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
طبعا ترى هذا الموضوع غير منسق لهذه زيارة فقط لكن ما شاء الله مكان جميل ومرتب ومستوى فاخر ما شاء الله. الحين ناخذ جولة معلوماتية عن المشوت. طبعا هذا نسميها مجموعة من الزري. الزري. من أنواع الزري. جميل. اللي حنا نعمل فيها البشت نفسها. جميل جميل. هي طبعا هذا يا دكتور فيصل تعتبر من من الزري الألماني الفاخر اللي يطلق علينا حنا بالعيار عيار عشرة. عجيب. هذا من أجمد أنواع الزري الآن المتوفر في السوق. ما شاء الله. ولا تاجر معين خاص. جميل. واللي بعده يا دكتور فيصل هذا يجي الزري عيار 5.5. أقل منه جودة لكنه راقي برضو ما شاء الله. نعم. بعدين يليه الزري الفرنسي، عنده نوع قال له زري فرنسي لكن، وبعدين الزري الهندي الآن اللي متواجد عندك هنا. أنت لو لاحظت يا دكتور فيصل بأن القلابة هذه الوحدة والسلك الواحد يقدر قيمتها بمية وعشر ريال ما شاء الله. فروقات ما بينها وبين الزري الهندي شاسع، هذه قيمتها 8 ريال. تصور يا دكتور فيصل بأن هذه بثمانية ريال وهذه ب110 ريال. هذه الفرق. وهذه النوعية الثانية عيار الخمسة هذه دكتور فيصل 85 ريال. القلاب الوحدة أنا قالوا قلابة أو سلك أو شيء. المشلح عندنا قاطبة يعتمد على نوعية الزري، إذا كانك أنت تحب يعني تعمله يعني انواع التطريز عندنا اللي هو الطابوق او الملكي او البرفي. وش الطابوق اللي نشوفه؟ هذا نوع موجود؟ موجود. هذا نوع جميل. من انواع المشالح يقال لها الطابوق. برضو عندنا المتوسع، برضو عندنا البرفي، برضو عندنا انواع مسميات كثيره غالبا ما تكون على الكتالوج باختيار الزبون. ممكن نشوفه؟ اوريك. طيب جميل. اوريك اياها مباشر. جميل. يكون أفضل من الكتالوج. جميل. هذا دكتور المشالح الملكية المعروفة المتعارف عليها. المقصود بالملكية في الغالب أن يلبسونها الملوك. غالبا اللي يلبسونها الملوك. الناس وال. جميل. فهذه الدقة هذه دكتور فيصل. نعم. تعتبر هي اللي إحنا نقول لها الملكية. ما شاء الله. طبعا البشت هذا أنت تراه شكلا. مشلح لكنه يمر برضو بعدة مراحل. بعدة تصنيع، بعدة أشخاص يعملونه. نعم. البشت هذا طال عمرك يعني يتعاهده أكثر من شخص، 2 3 4 أكثر من صانع، كل واحد له شيء تخصص. دقيق تخصص يعمل فيه. تخصص. جميل. يبتدي طال عمرك من هنا وينتهي هنا، من مسافة هنا إلى مسافة هنا عندك حدود تقريبا 5 أو 6 أشكال يشتغلونها. هنا البروج، هنا المكسر، هنا الصمت، هنا الهيلة، هنا مسميات البشت اللي عندنا. ما شاء الله. هذا كانت الآن طال عمرك يعني المشغل، شخص يشتغل هنا، شخص يشتغل هنا، شخص يشتغل هنا لين يخلص المنتج. وهذا كله إبرة وخيط، كل واحد يأخذ له مسار. يأخذ له مسار. وفيه ناس تشتغله كاملة لكن يكون صعب لأنه يحتاج قوة في العمل وتركيز. وقوة في التركيز. نعم. فأساس كذا يتخصصون الناس في تخصص، تخصص يبتدي من هنا وينتهي من هنا. جميل جميل. طيب الأنواع الثانية المتوسع والمربع نمر طال عمرك بالمنتج الثاني اللي حنا نقول عليه البشت الطابوق. نعم. برضو هذا مشلح يقال له هذا هو الطابوق. هذا طال عمرك برضو البشت قال له الطابوق، يختلف عن الملكي باختلافات بسيطة ويعتمد على حسب ذوق الشخص نفسه. يا سلام. إذا كان يحب الشيء هذا أو يحبه. هذا دائما يميلون عليه بعض الشباب اليوم، يعني يكون في شكله أجمل وهو في العمل في الدقة يأخذ أكثر والعمل أكثر والسعر أكثر. هذا طبعا يا دكتور على زري اللي حنا نقول لك الآن على الزري الهندي الموجود هنا، فيتراوح أسعاره من 1200 إلى 1500 على الزري الهندي اللي على الزري الهندي اللي هو هذا الزري الهندي اللي حنا كنا نتكلم فيه من البداية. لكن لما أنت تحب أنك تعمله على زري أفخم فيرتفع السعر أكثر، فنجي حنا مثلا على الزري عيار 5.5. الخامة هي الخامة واحدة اللي هو الخماش. الخامة هي القماش. هذه الأقمشة.
نعم. هذه الأقمشة وتنوعها على حسب اختيار الزبون. نعم. وعندنا تقريبا 53 هذا وش يسمونه؟ هذا خامة يابانية. نعم. المتعارف عليها عندنا فيها 53 لون ما شاء الله، لكن الناس تحب ما يعني متعارف فيها المعتاد. من الأسود وإلى العودي إلى الأشقر إلى الرصاصي إلى البيج، هذا المتعارف عليه طبعا. هل صحيح أن كل يوم في الأسبوع له لون؟ طبعا. هل هذا 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 مشهور ولا؟ نعم نعم مشهور، نعم مشهور ما شاء الله. نعم في البروتوكول البروتوكول الملكي يبتدي من كذا وينتهي كذا، 7 أيام على كل جميل. يوم لون. فنرجع يا دكتور فيصل إلى المشرح لما يأخذ بالزري الألماني عيار الخمسة فيرتفع سالة. نعم. حيطلع تقريبا سالة إلى 2500. أها. بحكم الزري. الزري جودة الزري القماش هو نفسه، هو الخامة واحدة. طيب. ما تختلف. وإذا غيرنا من ال... وإذا غيرنا من الشكل إلى الشكل برضو راح سيختلف في يختلف حكم في يختلف الصناعة. يختلف الصناعة ويختلف الجفت. في الجودة ويختلف في السعر بسعر بسيط. أها. فلما نحب سعر أكثر شوية حناخذ الزري الألماني عيار 10. فيرتقي البشت من 2500 إلى 3500. أها. وهو البشت واحد، بس حنا نجي في عملية الزري، يرتقي الزري إلى أفخم. نعم. هذا بالنسبة طال عمرك إلى المشالح اليابانية المعروفة. نعم. عندنا تخصص ثاني اسم المشالح النجفية اليابانية الصناعة. عجيب. بالصناعة. عجيب. وليست بالحياكة. عجيب. عندنا خامة اسمها ياباني صناعة. وينها؟ اللي هي طال عمرك هذه تكون خامات خفيفة جدا، خفيفة شفافة جميلة جدا جميلة، تكشف ما تحت وبيش تكون مميز في الحقيقة، ويكون الشخص اللي يعني يحب يلبسه يكون متمرس فيه لخفة الخامة اللي موجودة. نعم. يعني الشخص اللي ما بيكون متمرس فيه كثير حيفقد بسرعة. لأنه خفيف جدا يعني يحتاج إلى عناية ورعاية خاصة، فيكون منه الألوان الموجودة. هذا طال عمرك. نعم. قال له عندنا المشالح اليابانية الصناعية. أه. هناك خامة اسمها النجفي الحياكة. أها. هذا برضو خامة يعني تكون اللي هو المقصود به اليدوي أو يدوي، يعني نجفي حياكة. نعم. فهذا طال عمرك سعر يكون مرتفع جدا، يصل الخامة فيه إلى 3000 ريال وأكثر. ليه؟ نعم. لأن تخضع إلى حياكة وفيها يعني عدة مميزات. نعم. تكون كونها أنها حياكة تكون يعني قليلة الريحة. نعم. قليلة العقد. نعم. ناعمة الملمس. جميل. لأنها حياكة وليست جميل. صناعة. جميل. فهذا برضو يرتفع فيها المشلح من 1500 يوصل إلى 6000 و7000 ريال. نعم. هذا برضو كلها في عالم المشالح. أه. هذا كله تخصص المشالح العادية. فيه هناك عندنا يا دكتور فيصل اللي هو المشالح السورية الآن اللي استخدمت وجات وغزت الأسواق لحفلات التخرج وشغلات هذه، الطلاب ما طلاب تكون. نعم. هذه خامات تجي يعني من خارج من سوريا، دائما حنا نقول عنها المشالح السورية. نعم. وهي هذه خامات طال عمرك برضو درجات في 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 في, في, أه. في الأسعار وفي الجودة وفي الجودة. نعم. وهي كلها منتج كمبيوتر. اها. كل آلية جميعها منتج كمبيوتر، لكنه يعتمد من مشلح إلى مشلح، قد يرتقي من 100 إلى 1000، وهي كلها كمبيوتر. إيش شهرة المشلح الحساوي؟ يعني ليش وصل إلى هذه السمعة؟ ولوين وصل؟ يعني من يشتريه من أهل المنطقة؟ حقيقة يا دكتور فيصل بالنسبة حنا لما نتكلم عن المشلح الحساوي اللي أخذ الشهرة القديمة. نعم. صحيح هو كان أيام زمان كان المنتج عندنا بأيدي يعني بأيدي زمان بعيد زمان ولا قريب يعني طبعا نقدر نقول عليه 40 سنة. نعم. حقيقة جميل. نقدر كان عندنا المصنع للبشت الحساوي أيدي محلية ماهرة سعوديين. نعم. متخصصين في العمل هذا، لكن بحكم الاندثار وكبر السن وعدم توارث المهنة انتقلت إلى العمالة. أها. انتقلت إلى العمالة فأصبحوا الآن يعني يخضعون إلى الإشراف فقط، يكون مشرف زي الشيف في الطاهي. نعم. يكون إشراف سعودي عليه، يعني إشراف محلي، ويكون طال عمرك هذا إذا صار الإنسان عنده يحتوي مشغل يكون عنده عمالة يجي ويشوف المنتج كيف يمشي. طيب أنا أعتقد أن حاليا في عملية إحياء
حصلت لعملية الحرف ومن ضمنها المشالح كما يظهر لي. طال عمرك طبعا نعم. احنا لما نبغى نفعل المشالح ونرجع فيها لزمان قديم هي كلها بركة وكلها في الحقيقة مصادر رزق قوية، ولو حب الـ 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 يعني الأحساء يرجع لها فهو غني عن التعريف. يعني شخص الآن يجي واحد من الأحساء يبغى يشتغل المهنة دي حيكون بالفعل يعني ما أخذ الشهرة القديمة وتنعكس هو عليه، لكن انشغال الناس وأنت مثلك عارف يا دكتور فيصل يعني أصبح الشخص يعني مش طبيعة العصر. طبيعة العصر طيب. وأصبح يعني. إذن نختم بموضوع الألوان كيف تسمى؟ يعني لما تقول أشقر إيش المقصود بالأشقر؟ عندنا طال على سبيل المثال. عندنا طال عمرك بالنسبة للمشالح حدود تقريبا هو 50 لون. ما شاء الله. يبتدي من الأسود وبالتدرج دائما الأسود هو يأخذ رقم واحد لشهرته في المناسبات. ومناسبة الزواج وإلى آخر. ومقبول في جميع المناسبات الأسود وماشي حاله. بعدين يتدرج الألوان. نعم. يا دكتور فيصل تتدرج إلى العودي الغامق اللي حنا نقول العودي المحروق، يعني رقم 2 العودي المحروق رقم 2 يليه العودي اللي أفتح منه شوية. نعم. بعدين يلي التدرج إلى الأشقر زي ما ترى الألوان تتدرج تدرج. نعم. يظهر لي أن أهل الخليج كل مجتمع خليجي خاص يتميزون بألوان مختلفة. يعني أهل السعودية غير أهل الإمارات غير أهل قطر غير أهل الكويت غير أهل عمان غير أهل البحرين. سؤال وجيه يا دكتور فيصل. نعم. يعني دل على أنك ما شاء الله عليك عندك الخبرة الكافية في المشالح، واعتقد انك ما شاء الله عليك من عشاق المشالح ولبيس. الله يرضى عليك. وهذا سؤال جيد. الله يرضى. فاحنا نقول يا دكتور فيصل عندنا 53 لون احنا المتعارف عندنا في المنطقة الشرقية ونقول المملكة كلها. نعم. ما يتعدى 10 الوان. جميل. بينما الكويت وسائر دول الخليج تتميز ببعض الألوان يعتبر على هي كذوق اجتماعي. ذوق اجتماعي. نعم. يا دكتور يعني سبحان الله تكون حن عندنا هي جميل. يضاف له أيضا مسألة سمك الزري الموجود على ما شاء الله عليك. لأني لاحظت أيضا أن بعض المجتمعات الخليجية عندهم شيعة عريض جدا ما شاء الله عليك يا دكتور، وبعضهم يكون نحيف جدا ما شاء الله. يعني غير المعتاد ما شاء الله عندنا. ما شاء الله عليك يا دكتور فيصل. نعم. أسئلتك أسئلة يعني في الحقيقة أن الله تنمو على أن لازم حنا نفتح لك محل. الله يزكيك. لازم نفتح لك محل. الله يبارك فيك. صحيح. حنا نقيس الزري على الشخص نفسه. لما يكون الشخص مثلا ماخذ أكتاف عريضة لا يمكن أن نعمل له زري يعني نقول له مثلا مع جسمه ما يمشي معه. جميل. نعمل له الزري العريض أساس عرض أكتافه يتلائم مع الزري العريض. بعكس الإنسان لما يكون سخيف شوي نعمل له أسخف شوي. جميل. وبعض الأخواننا وأحبابنا الملتزمين نخلط له ما بين الزري أحسنت الخيط أيوة والزري طال عمرك اللي هو هذا فما. نعم. زي كذا يا دكتور فيصل لما نجي هنا إلى الألوان في الخيط نقال له الخيط البريسم. أيوة. خيوط البريسم هذه طال عمرك يحبونها إخواننا الملتزمين وما شاء الله تبارك الله المشايخ يسمونه المشايخ. نعم. والله يا ربي يكثر من أمثالهم وأمثالك. فحنا نخلط له يا دكتور فيصل ما بين الزري والخيط. نعم. يحبونه مجموع ما بين الزري والخيط فيكون أخف وبرضه ياخذ الجودة وجميل يكون. نعم. اللون على حسب الخال ويكون ارتداءه في معظم المناسبات وأقل المناسبات. جميل. حتى في زيارات الشخصية. جميل جميل. بخلاف ال- 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 الزري والملكي واللي يكون مناسب لمناسبات خاصة. صحيح صحيح صحيح. نعم. صحيح. سؤال جيد. فزي ما تفضلت يا دكتور فيصل ناس تحب بالخيط وتجمع معه بالزري وناس تحب بالزري وإن كانوا أخواننا الملتزمين يأخذون الزري كامل ويلبسونه ما في مشكلة. صحيح. لكن بعض الناس تحب يعني تلبس الخيط وتجمع ما بين الخيط والزري يكون أخف وبرضه هو جميل لما تشوفه في طبيعة تشوفه جميل. الظاهر السؤال الختامي نختم ولا نعيد ولا نأتي بسؤال بعده. العناية بالزري. العناية بالزري يا دكتور فيصل في الحقيقة دائما الإنسان اللي يبغى يحافظ على الجودة. نعم. ويحافظ على المشلح يكون عنده يعيش زمن طويل. جميل. يجنبه عن العطور. نعم. احنا دائما نقول للشخص اللي حنا يعني
ياخذ منها بش او شيء، نقول له دائما جنب الزري العطور، لا يكون العطور مباشر على خد البشت. احنا نقول له ترفع البشت بالصوره هذه، من خد البشت بالصوره هذه وتعطر القماش الخامه. ايوه تعطر القماش. وبرضه في الغسيل لما انت تروح مغاسل ما تقول له خذ البشت واغسله، لا غسيل عادي. اي لان الزري يتاكسد صح، فحنا نقول له نعم اعمل الزري على البخار الناشف. جميل، اساس ما حتى ما يتضرر ولا يحتاج الى اعاده تلميع وعنايه ورعايه واذا البشت اخذ ثلاث اربع خمس سنوات ما عندنا مشكله في المصطلح المحلي اللي احنا نقوله. أيوه. نقول ما نقول بالداخل، نقول تلميع. ترى دخلت السؤال كذا يعني. ايوه. فحنا نقول يا دكتور فيصل نعمل له عمليه تلميع والصقل ويطلع البشت زي ما كان بنسبه تقريبا 80% كما كان. شكرا. أيوة. شكرا جزيلا لك. احنا حبينا حقيقة ان يطلع احبابنا المتابعين في القناة، قناة فيصل تيوب، من الشرق ومن الغرب، من شمال افريقيا ومن اسيا ومن اخواننا في الخليج جميعا، طيب يتعرفون على هذه الصنعة الجميلة الملكية بالفعل، لانها هي في الاصل يعني خاصة للنخبة، ويستفيد منها الجميع أيضا في المناسبات، في الأفراح، في الاحتفالات، يتميز بها الشخص. شكرا أستاذ محمد. حياك الله يا الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. وتواجدك عندنا وفرصة سعيدة وتشرفنا بوجودك. الله يرضى عليك. ما شاء الله عليك، حنا خلاص قررنا من اليوم ورايح أن لازم يعني تكون عندنا قريب. أكرمك الله. عن استشارتك وما شاء الله تبارك الله. الله يرضى عليك ويبارك فيك. أهلا وسهلا فيك. أنتم في القصرية مشالح الملحم الملكية، وهذا هو الرقم. ما شاء الله. شكرا يا هلا، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا المحل هنا، وهذه او هذا المركز اجمل او مسجر اجمل للفطور، وهذا شارع المدير، مقصود المدير مدير الشرطة سالم شوقي، كان بيته هنا في المنطقة هذه. ما شاء الله السوق عامرة، سوق عامرة ونشطة منذ القديم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حياتك أسهل مع فيصل خالد.